بمرور 60 عاما على تأسيس شرطة أبو ظبي. ما في شك بأن فترة المراحل اللي مرت فيها شرطة أبو ظبي منذ تأسيسها وحتى اليوم مرت بمتغيرات كثيرة. نعم. قبل ما نبدأ في سرد المتغيرات على عجالة، أود أن أتقدم أيضا بالشكر إلى كل من ساهم بداية من نشأة الشرطة وحتى اليوم في تأسيس شرطة أبو ظبي، دفع هذه المسيرة إلى ما وصلت اليوم عليه، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الهيان مؤسس وبانية الدولة. نحن طبعا في شرطة أبو ظبي بتحدث على عجالة عن المراحل اللي مرت فيها. طبعا تأسيس شرطة أبو ظبي كان على يد المغفور له الشيخ شهاب بن سلطان. نعم. في العام ما بين 57 إلى عام 1966. خلال تلك الفترات ما في شك الكل يعرف أن الممكنات كانت محدودة في تلك الفترة. أيضا السكان كان العدد ما كان مثل ما نتحدث عنه اليوم، وبالتالي كانت أيضا الممكنات اللي متاحة في ذلك الفترة مثلت نقلة نوعية في تأمين الشرطة وفي تأمين المقيمين وفي تأمين أيضا المواطنين خلال تلك المرحلة. المرحلة الثانية من عام 66 وحتى عام 69 79، بعد ما بدأت مع تسلم الشيخ زايد مقلد الحكم، طبعا هنا صارت في نقلة نوعية كبيرة. نعم. الشيخ زايد الله يغفره كان عنده إيمان راسخ وقوي بأن الشرطة هي الركيزة الأساسية. صحيح. وأن الشرطة وجودها لفرض سلطة القانون محور أساسي ومحك. نعم. من هذا المنطلق المغفور له الله يرحمه الشيخ زايد كان داعم لجميع المؤسسات والقطاعات في الإمارة، وخصوصا شرطة أبو ظبي القطاع الأمني. نعم. نعم. بما له من دور رئيسي في هذه العملية. خلال الفترة هذه الكثير من المتغيرات اللي طلعت في منظومة العمل الشرطي، وكانت نقاط تحول مفصلية ورئيسية. يعني من ضمنها في 78 استحدثت الشرطة النسائية ما كانت موجودة. نعم. من ضمنها في عندك أنت جناح الجو كانت موجودة في السبعينات، وجود جناح الجو، مختبرات الأجهزة الجنائية. نعم. المرحلة هذه كانت عامة وشاملة في موضوع متابعة التطورات اللي موجودة والمتلاحق خلال تلك الحقبة. نعم. في أن تكون مدعومة فيها شرطة أبو ظبي وممكنة فيها في أن تقوم بالدور المناط لها في تأمين الإمارة خلال تلك الفترة. نعم. أيضا من خلال تلك الفترة تحت كلية الشرطة الصرح اللي نحن متواجدين في اليوم فيه. نعم. خلال تلك الفترة بعد جاءت مرحلة التقدم، دمجت فيها أيضا شرطة أبو ظبي مع وزارة الداخلية. نعم. وكان العمل مستمر فيها حتى 75. ثم استلم الفريق الشيخ سيف بن زايد كقائد عام شرطة أبو ظبي خلال حكم معينة. نعم. في 95. نعم. طبعا الاستلام سمو الشيخ سيف بن زايد خلال الفترة دي كقائد عام شرطة أبو ظبي مثل نقلة نوعية كبيرة. نعم. وفي عام 2003 بدأ عملية وضع التخطيط الاستراتيجي الممنهج. صحيح. واللي من خلاله نقل شرطة أبو ظبي نقلة نوعية كبيرة، وضعت فيها خطط استراتيجية من 2003 إلى 2008، ومن ثم الخطة الثانية من 2008 إلى 2013 كخطط لخمس سنوات قادمة. صحيح. نعم. واكب هذه الخطط تغيير جذري في الهياكل التنظيمية، واكب الخطط هذه تغيير جذري في كل منظور العمل الشرطي، من نعم. تدريب، من تعليم، من تأهيل، من تمكين، من إيجاد المتطلبات كأجهزة كتقنيات. هذه الفترة اللي استلم فيها كانت فيها نقلة نوعية كبيرة طبعا. نعم. تنيزت بأن شرطة أبو ظبي حصلت على اليوم، أنا أتكلم عن 60 عام، ما يقارب 171 جائزة ما شاء الله على مستوى محلي وإقليمي ودولي. ودولي. نعم.